خلينا نرجع تاني لسعادة السفير، سعادة السفير ماجد عبد الفتاح، مساء الخير يا فندم. مساء النور. سؤالي لحضرتك، بعد الاعتراف للدول الثلاث، هل تتوقع بأنه هذا الاعتراف يا فندم ممكن يأخذنا إلى اعتراف دولي أو إلى انضمام عدد جديد من الدول الأوروبية؟ بالطبع الاعتراف ده جه نتيجة جهود مكثفة قامت بها الدول العربية على كافة المستويات، سواء كان على مستوى القادة، مستوى وزراء الخارجية، مستوى البعثات في الخارج هنا، بعثات الجامعة العربية، بعثات الدول العربية المختلفة. يعني يمكن خليني أرجع بك خطوة ورا. اتفضل. إن إحنا بدأنا أولا بالدول الكاريبي من حوالي أسبوعين، ونتيجة لجولات قامت بها مجموعة السفراء هنا في دول الكاريبي، اعترفت أربع دول: باربيدوس وجامايكا وترينيداد وتوبيجو والبهامس. تمام. اعترفوا، وبالتالي جميع دول الكاريبي ما عدا بنما أصبحوا لغاية دلوقتي معترفين بدولة فلسطين المستقلة. انتقلنا للمرحلة الثانية إلى الدول الأوروبية، النرويج وأيرلندا وأسبانيا، اعتبارا من يوم 28 مايو زي ما تفضلت سيادتك وقلتي، هناك دول أخرى بتبحث بجدية إنها تعترف، منها بلجيكا، منها سلوفينيا، منها لوكسمبورغ، ربما البرتغال. وهناك الحقيقة أنا أتوقع يا فندم أنه بلجيكا ربما تكون الأقرب بعد انتهاء الدورة، لأن هي رئيسة الدورة في الاتحاد الأوروبي، فربما تكون هي الأقرب مثلا. بالضبط، ممكن يعني في قدر، هم الدول دي بتحب دايما الدول الأوروبية، ما حدش منهم بيحب يتحرك فرادة، وبالتالي بيحاولوا ان هم دايما ينسقوا مع بعض ويطلعوا مجموعات، زي ما نسقوا مع بعض النرويج وايرلندا واسبانيا وعملوا مؤتمر مشترك. صحيح. وطلعوا وقالوا مع بعض، وبالتالي اتوقع انه هيكون في مؤتمر مشترك مماثل مثلا، يعني اقول لك من حيث المبدا اواخر يونيو اوائل يوليو، في الوقت ده قد يكون هناك احتمال لحاجه ثانيه من اوروبا. تمام. في نفس الوقت احنا مش ثابتين على بقيه المجموعات، احنا مثلا في افريقيا شغالين برضو مع الدول الثانيه اللي هي لسه لم تعترف، زي اريتريا، زي الكاميرون. الكاميرون هيبقى رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي، والكاميرون هيبقى رئيس الدوره اللي جايه بتاعت الجمعيه العامه، الدوره 79. تمام. وبالتالي حريصين ان هم برضو ينضموا لقائمه الدول. بنشتغل برضو مع الدول الاسيويه، اليابان وكوريا، رغم ان هم صوتوا لصالح قرار وقف اطلاق النار، قرار 27 28 في مجلس الامن، الا انهم لغايه دلوقتي لسه مش معترفين بفلسطين. احنا بنمارس معاهم برضو اتصالات، وبنعمل معاهم برضو استراليا ونيوزيلاند وما يرتبط بهم من ال 14 دوله بتوع منطقه البحر الباسيفيكي، دول كلهم برضو بنعمل معاهم ضغوطات. الهدف ايه؟ الهدف هو ان انا يبقى عندي كتله تصويتيه كبيره جدا في الجمعيه العامه، اقدر اطلع بيها قرار يطلع ب 170 180 صوت من 193، يقول لمجلس الامن عيد النظر ودخل دوله فلسطين. صحيح. طيب بالتالي كل ما بزود، يعني احنا خدنا 143 صوت في القرار الاخراني. 143 صوت دول اللي هم كانوا اوريدي معترفين بفلسطين. زودي عليهم الاربعه الكاريبي بقوا 147. زودي عليهم الثلاثه الاوروبي اللي اعترفوا لغايه دلوقتي يبقوا 150. هنزود عليهم اربعه كمان اوروبي يبقى 154. لو زودت عليهم كمان اثنين افارقه 156. كل ما زود عدد الاصوات في الجمعيه العامه بزود الضغط على مجلس الامن، وبزود الضغط على اسرائيل وعلى الولايات المتحده ايضا بشكل غير مباشر، لان احنا نقدر نعمل نرجع تاني مجلس الامن نطلب ان يطلع قرار من غير فيتو. اكيد. وان شاء الله يعني هنحدد التاريخ المناسب في الوقت المناسب، ولكن الحمله دي مستمره ومعانا وقت. اكيد. واخدين وقتنا فيها لغايه لما نشوف كمان نتيجه الانتخابات الامريكيه هتروح معانا لغايه فين. اكيد. طيب طبعا اكيد الانتخابات الامريكيه اكيد هيبان الموقف كمان، لكن خلينا برضو نقول لسعاده السفير، لو بصينا من الجانب الاسرائيلي، يعني كيف يرى الجانب الاسرائيلي الان هذه الاعترافات الدوليه، خاصه وانها اوروبيه؟ يعني هو طول الوقت شايف ان اوروبا ايضا بتدعمه وفي ظهره، ساند داعم طول الوقت، ولكن لم تاتي ايضا اعترافات من دول اوروبيه، كيف يراها الجانب الاسرائيلي وهو في هذه الحاله الهستيريه؟
بالظبط زي ما سيادتك تفضلتي وقلتي ان هو في حاله هستيريه، هو بالنسبه له دي حاجه كانت غير متوقعه، هو يعلم انه كان هناك بعض الاتصالات تجري حول هذا الموضوع، ولكن لم يكن يتوقع ان احد سيجسر على ان هو يتحدى اسرائيل او يتحدى الولايات المتحده فيما يتعلق بهذا الموضوع. صحيح. وبالتالي ولكن انا بقول برضه التحدي ده ساهم فيه ايه؟ ساهم فيه ايضا تدهور الحاله الانسانيه الى الحد المزري اللي موجود. ان ساهم فيه ايضا الصلف الاسرائيلي والتشدد الاسرائيلي لحكومه المتطرفين اللي موجوده في الحكم. ساهم فيه ايضا قرار المحكمه الجنائيه الدوليه. صحيح. من داعي العام بان هو يحيل نتنياهو وزير دفاعه الى المحاكمة. صحيح. ساهم فيه ايضا الاجراءات الاحترازيه اللي محكمه العدل الدوليه طلعتها مرتين. صحيح. واللي بكره هتطلع مجموعه ثالثه من صحيح. الاجراءات الاحترازيه علشان خاطر، وبالتالي هناك احساس بانه في تحدي للاراده الدوليه. أكيد. والاحساس ده بيزود عند الدول. انا يعني انا طبعا في دول في اوروبا لا يمكن ان انا اتوقع ان هي طبعا عندنا المانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا طبعا ولا النمسا ولا ايطاليا. لا فرنسا لا استبعد فرنسا، لا استبعد فرنسا تعترف، فرنسا بتصوت على كل القرارات لصالحها، ولكن في اطار اعتبارات متعلقه بالدول الخمسه الكبرى اللي هي عندها حق الفيتو بتحاول توزن نفسها ما تبانش انها داخله ضد مع حد ضد حد، بالذات في ظل المواجهه الجيوسياسيه اللي موجوده حول اوكرانيا، كمان في ظل يمكن صرخه الشعوب. يعني حضرتك احنا لا نغفل صوت الشعوب اللي في الشارع، يعني الشارع الاوروبي ده يعني شهد بالضبط. مظاهرات كثيره جدا حاشده طول الوقت ومليئه بالشباب يعني، فايضا اعتقد ان ده في عين الاعتبار يعني موجود المشهد واضح. بالضبط بالضبط. وانتقلت عدوى الجامعات اللي بدات هنا في امريكا الى الدول الاوروبيه، ومن مزبوط. ضمنها الجامعات الفرنسيه مزبوط. والجامعات الانجليزيه وغيرها. مزبوط. وبالتالي هناك الحاله برضو من التعاطف ناتجه عن التعاطف الشعبي. صحيح. هناك تعاطف شعبي في هذه الدول. صحيح. وليس مجرد تعاطف حكومي، هو ده اللي بيدفع الحكومات انها تتخذ مثل هذه القرارات الشجاعه اللي هي بتتحدى بها بقى اسرائيل وتقول له لا انت خلاص هتتحاسب، وبالتالي يعني صحيح. لازم بقى توقف. هل ده بقى هيوقف اسرائيل عن هيخلي اسرائيل توقف اطلاق النار؟ ده هو لا السؤال. اعتقد ربما يزيد الهستيريا، لانه لما يحس يعني انه بقى في اعتراف تبقى في هستيريا اكثر واكثر. يعني نحن نعلم بان العقليه والعقيده الاسرائيليه لا ترى ولا تسمع. بس برضه لما هيحس ان هو كل حاجه بيعملها تتسجل وكل حاجه بيعملها هتوديه المحكمه الجنائيه الدوليه وهتوديه محكمه العدل الدوليه، برضو اكيد هيحسب حساباته بدل المره 10، لانه هو الغرض ايضا في اسرائيل. احنا قلنا ان في مصالح انتخابيه، يمكن في امريكا صحيح. في اسرائيل في مصالح متعلقه بان رئيس الوزراء متوجه له اتهام بالفساد وممكن يخش في المحكمه والسجن في اي وقت. صحيح. وممكن لو ممكن يتحاسب على فشل الحمله العسكريه اللي عملها على غزه، خاصه ان هو مش هيعرف يقضي على حماس. يعني أكيد. حماس ده دي ما هياش حركه ارهابيه، ما هياش حركه الشباب او بوكو حرام او الام 23 بتاعت الكونغو. صحيح. لا دي ده فكر مقاومه احتلال. صحيح. ومقاومه الاحتلال ومقاومه المحتل طبعا القانون الدولي وفي الامم المتحده مشرعه وليها قواعدها وليها قوانينها. اكيد اكيد. الاحتلال غير الارهاب، لان دي دوله محتله وهي الدوله الوحيده المحتله في العالم حتى الان. اكيد نتمنى انه يعني هذا المحتل الاسرائيلي قد يرى بانه العالم يتغير، حتى وان كانت البدايه من 3 دول اوروبيه بدات الاعتراف وتليها ربما في الشهور والايام المقبله دول اخرى، ويرى انه لابد من وقف اطلاق النار وانهاء هذا يعني هذه الكوارث اللي موجوده في قطاع غزه. السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعه الدول العربيه بالامم المتحده، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.